استاذ عدنان بيشجع اهلي ولا زمالك؟ انا اشوف انا اشجع الاتحاد، لكن يعني على مدى تاريخ العلاقه اللي هي تربطني بالجمهور المصري والشعب المصري، احب الكره الجميله في مصر، لكن اميل اكثر لنادي الزمالك. نادي الزمالك. نعم. وايه اللي يعني حببك في نادي الزمالك ان انت تشجع نادي الزمالك؟ لانه هو بيديني يعني تقريبا المعاناه اللي بيعانيها نادي الزمالك يعاني منها نادي الاتحاد، في مقابل الهيمنه اللي بيجدها النادي الاهلي على كافه الاصعده والمستويات من لجان من جوانب اخرى. طب وايه المعاناه، ايه المعاناه اللي انت شايفها الزمالك بيعانيها في مصر والاتحاد بيعانيها في السعوديه؟ والله يطول الحديث، يعني لما تيجي تحكيم على مستوى لجان على مستوى مراحل مختلفه، لو جينا نكتبها اصليا الاتحاد يعني حقيقه تواجده من رحم المعاناه. شفت هذا الجمهور اللي موجود عنده، اللي هو لا يوجد يعني في المملكه العربيه السعوديه زي الجمهور، ما اوجدته بس الانتصارات او الانجازات او البطولات، لا كان سبب تشجيعه لمعايشته لذلك المعاناه، من يعني حقيقه من يعني اثار سلبيه في مسيرته على مستوى لجان سواء تحكيم او لجان اخرى. طبعا هذا الكلام في فتره سابقه، على امل انه ان شاء الله مع المرحله الحاليه والقادمه انه يعني تكون النظره بشكل افضل فيما اتيح من تقنيات من كفاءات سعوديه، ولو اني انا حتى الان يعني شايف انه الوضع زي ما هو.